السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو كنا عندنا مشروع كبير في ملفات سيرفيت كتيرة، فمحتاجين ان احنا ناخد وقت اساس نفتح ملف ملف ونروح نحول له يو لان دبليو سي. في اداة كويسة جدا في نت وركس اللي هي باتش كاليتي، بتبدأ تختار الملف اللي فيه شغل الريفيت، وليكن مثلا ممكن يكون عندك ملفات كتيرة. تمام، خلينا نشوف هنا مثلا طيب هو انا جاب لي ملفات كتير ار في تي و ار تي اي، فانا ممكن اقول له ايه، انا عايز بس هنا الريفت نروح معلم عليهم، اقول له اد فايلز ضعفهم. ممكن اختار فولدر تاني ومشروع تاني واروح معلم على كل اللي موجود فيه وابدا اضيفه. ممكن تشيل ايتم، ممكن تدورش كله، ممكن تدور اد فايل اللي هو الفولدر كله، كل الملفات اللي موجودة في الفولدر. طيب انت عايز يخرجه لك كملف سنجل فايل، يعني هيجمع كل دول في ملف ان دبليو دي واحد، ولا مالتيبل يبقى اكتر يبقى كلهم ان دبليو سي ويخرج جنبيهم ان دبليو دي. يعني هو هيطلع لي من كل ملف ريفت ملف ان دبليو سي وان دبليو دي. الان دبليو اف المفروض ان هو بيبقى زي تجميعات للشغل، ودي سهله ان تتعلم عليه، تقول له اعمل امبورت كل ان دبليو سي. طيب بيقول لي عايز تخرجهم فين، هل ممكن تخرجهم في نفس الملف بجنبيهم، ولا في ملف معين عايز تبدا تجمع فيه كل ان دبليو سي بتاع المشروع. فتبدأ تختار اللي انت عايزه والامتداد اللي انت مختاره، اوفر رايت لو الملف ده موجود قبل كده تقول له ران يبدأ يعمل الموضوع دوت. ممكن تعمل سكادول، يعني بحيث انت مش كل مرة تعمل سيلكت، لا خلاص كل دول تحدده مرة واحدة، تقول له سكادول كومنت وتبدأ تختار تحطهم كلهم في ملف تي. وفي اي وقت ممكن تعمل له اسم وصورت، عملهم لك على شكل ملف ران لو انت حابب. ممكن تقول له من فايل اوبن وتبدأ تختار الملف اللي انت عايزه.